مساء السعادة، مساء الحب عليكم، مساء الياسمين. اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم حوار مع ياسمين. الحلقة النهاردة مميزة ومختلفة، هنتكلم عن موضوع مهم جدا، موضوع بتستناه كل ام. الحلقة بتاعتنا النهاردة هتكون حلقة عملية لكل ام. قبل ما نعرف موضوع الحلقة بتاعتنا النهاردة، تعالوا نرحب النهاردة بالاعلامية بسنت حماد معانا في تقديم البرنامج. اهلا بيكي يا بسنت. اهلا بيكي ياسمين، نورتينا في البرنامج. نورك يا رب. تعالوا بقى نشوف الموضوع النهاردة اللي هنتكلم عنه في الحلقة بتاعتنا. دلوقتي كل ام بتيجي تقول لك ايه، اي دكتور او اي واحده تقول لها ابنك محتاج تنميه مهارات، تقول لك تنميه مهارات ايه؟ ده انا بوديه سباحه، ده انا مش عارفه مقدمه له في دروس رسم وحاجات، انا مش مخليه في نفسه حاجه. ما تعرفش ان في مهارات قبل دي، هنعرفها النهارده ايه المهارات اللي ممكن تكون مش عند ابنك، هي اصلا بتخلي الدكتور يقول لك لا ودي لابنك جلسات تنميه مهارات. وخلينا نقول لكل ام تاني ان السنين الاولى من حياه الطفل هي اهم سنين، فالمهارات اللي بيكتسبها او بيفقدها بتاثر على حياته بشكل كامل. كل ده هنعرفه النهارده معانا ومعاكم النهارده في حلقتنا. دكتوره فاطمه عرفه معانا في البرنامج النهارده. اهلا بيك يا دكتوره فاطمه. اهلا بيك يا ياسمين. عايزين نعرف النهارده معاكي ايه الدور. اهلا بيك يا دكتوره فاطمه. في امهات كتير مش عارفه يعني ايه تنميه مهارات. في بتقول لك انا بوديه سباحه، انا بوديه يلعب رياضه، انا بعلمه رسم وبعلمه موسيقى. ايه تنميه المهارات دي؟ عاوزين نعرف يعني ايه تنميه مهارات. تمام، هي تنميه المهارات دي حاجه يعني بسيطه جدا، عباره عن طريقه او منهج بيأهل الطفل ان هو ينجز مجموعه من الانشطه واهداف معينه بتأهله ان هو يبقى عنده خبرات وعنده اهداف يقدر ان هو يحققها بسهوله جدا جدا. فتنميه المهارات دي مهمه جدا لاي طفل. طب امتى الام تقدر تكتشف اذا كان ابنها عنده ما عندوش مهارات اصلا او عنده ضعف في المهارات اساسا في تنميه المهارات؟ امتى تقدر تكتشف ده وعنده كام سنه؟ هي الام عامه بتقدر ان هي تكتشف ان الطفل محتاج تنميه مهارات في عمر 3 سنين بس. مبدئيا لازم ان الطفل يبدا تنميه مهارات من عمر سنه، الام تشتغل على تنميه مهارات. لكن الام بتلاحظ ان الطفل ده محتاج تنميه مهارات او ان هو عنده صعوبات في حاجات معينه لما بيتم 3 سنين، يبتدي بقى بيكبر، بتطلب منه طلبات معينه، تبتدي تحس ان الطفل مش فاهمها او مش مدرك في الحياه العمليه واليوميه. هي حاسه ان الطفل ده مش قادر ينجز النشاط ده، فبتبتدي تحس لا انا لازم اوجهه لمكان عشان خاطر افهم المشكله فين بالظبط. لكن الطفل لازم من عمر سنه نبتدي نشتغل تنميه مهارات. طيب يا دكتور، عايزين نعرف منك النهارده يعني ايه هو في انواع لتنميه المهارات، عشان في امهات تقول لك ايه انا بكسل اروح بابني جلسه تنميه المهارات، وانا هروح وفي الاخر ادخل الجلسه الاقيه بياخد شويه خرز بيرضمهم في خيط وكده، لا انا حاسه ان ملهاش اي قيمه بالنسبه لي. تمام، السؤال ده جميل جدا يا ياسمين. هو تنميه المهارات في انواع كتير جدا جدا لتنميه المهارات. عندنا تنميه مهارات لغويه، تنميه مهارات معرفيه، تنميه مهارات بتساعد كتابيه طبعا اللي هي تنميه مهارات ما قبل الكتابه، عندنا تنميه مهارات صغرى اللي هي الفاين موتور سكيلز او تنميه المهارات الكبرى. كل المهارات ديت بتساعد الطفل ان هو يبقى عنده برنامج متكامل يقدر ان هو يعيش حياته بكل سهوله، سواء الحياه العمليه او الحياه الاجتماعيه او الحياه الاكاديميه بعد كده لما يبتدي يدخل في مراحل الدراسه. ففي امهات فعلا كتير بتجيلي المركز بتبقى مش فاهمه يعني ايه تنميه مهارات، فاكره ان هي مجموعه ادوات لعب وخلاص، الطفل ما بيستفادش منها حاجه. انت ضربتي دلوقتي مثال عن لضم الخرز. لضم الخرز ده نشاط يعني عايزه اقول لك جبار جدا جدا، في مليون يعني في اكتر من مليون هدف. يعني ايوه، بالنسبه للام لا يعني حاجه، انا ابني بيجي وبيركب طبعا بس هو في الحقيقه لا، تنميه المهارات بالنسبه لضم الخرز بتعمل يعني بتغير حاجات كتير جدا جدا وكسور كتير جدا بيبقى موجود عند الطفل. اولا يقدر من خلالها ان احنا الطفل اللي عنده بيعالج تشتت انتباه، بيعالج فرط الحركه. تنميه المهارات عن طريق نشاط لضم الخرز بتعلمه كمان الالوان، ان هو يقدر يصنف الالوان، تبتدي تخليه ان هو يبقى عنده ذاكره بصريه اقوى. وكمان تنميه المهارات دي يعني بتشتغل على الفاين موتور سكيلز اللي هي الصغرى اللي هي الصوابع وكف الايد والمعصم، فبتخلي الطفل يقدر ان هو يقعد وقت كبير على النشاط بيخلصه ما يملش بعد كده لما يجي يمسك القلم ويكتب الواجب بتاعه. وفي نفس الوقت بتشد عصب الجسم كله، بتخلي الطفل ده عنده قدره ان هو يشيل حاجه تقيله او ان هو يقدر يمسك القلم. لان تنميه عباره عن لضم الخرز دوت
بيخلي الطفل يقدر ان هو يكتم نفسه ويتنفس. يعني انت دلوقتي ياسمين لو بتحطي كحل في عينيكي او بتصوري حد بالكاميرا يعني بتواجهي صعوبه جدا ان الصوره تطلع مهزوزه او بتطلع فيها مشكله. طيب احنا بنعمل ايه عشان الصوره دي تتظبط او نقدر ان احنا ما نبوظش الدنيا؟ بنثبت ايدينا بنكتم نفسنا فنقدر ان احنا نطلع الحاجه مظبوطه. برده الطفل مش فاهم يعني ايه ان انا اكتم نفسي واتنفس. فمن خلال وهو بيلضم الخرز الخيط في الخرز يقدر ان هو ايده بتتحرك لان هو بيتنفس. فمن خلال النشاط ده بيعلمه ان هو يثبت نفسه ويكتم نفسه عشان خاطر يعدي الخيط في الخرزه ويقدر ان هو بعد كده يلضم الفرع كله بمنتهى السهوله. فبتشد عصب الجسم كله وتخلي الطفل ده عصبه قوي يقدر بعد كده يعمل اي حاجه بكل سهوله. فهو تمام يا دكتور. طب في امهات يا دكتور تقول لك انا ابني طبيعي، انا ابني مش معاق، مش انا مش هوديه مركز ذوي احتياجات خاصه عشان اعلمه شويه تنميه مهارات. تمام. هل فعلا اللي هو الطفل اللي ما عندوش مهارات او ضعيف في تنميه المهارات ده يندرج تحت ذوي الاحتياجات الخاصه؟ السؤال ده حلو جدا جدا يا بسنت. يعني انا معظم الامهات بتجيلي بعد ما اقيم الطفل واعرف ان هو الطفل ده محتاج تنميه مهارات تقول لي بس انا مش عايزه حد يعرف ان بيفتكروا ان الطفل ده غبي او معاق. بالعكس فعلا. يعني تنميه المهارات دي للطفل النورمال اكتر من اي حد تاني لان بتاهله او بتساعده ان الحاجات الصعبه اللي بالنسبه له يتخطاها. يعني تنميه فعلا المهارات للطفل الطبيعي قبل الطفل طبعاً اللي هو بتبقى موجوده للطفل الطبيعي والطفل غير الطبيعي. يعني بيبقى على حسب عمره العقلي واصل فين، مش على حسب العمر الزمني بتاعه. يعني ممكن مثلا طفل المعاق يبقى عمره العقلي 5 سنين وعمره الزمني 2، فبشتغل على المهارات تختلف اللي تناسب عمره العقلي. انما طفل تاني مثلا داخل في مرحله الدراسه عنده 5 سنوات فبشتغل على المهارات اللي بتخلي خطه يبقى كويس، اللي بتخلي يقدر ان هو يمسك القلم بطريقه احسن، اللي بتخليه يعرف ينقل من على السبوره. فكل المشاكل دي بتقابل الاطفال في المرحله ديت، بس الام بتبقى مش عارفه او فاكره ان هو بيستهبل، هو بيتدلع مش عايز يكتب واجب. لا، هو عنده قصور او مشكله ما فاحنا بنحلها، فبالتالي الطفل بيبقى عنده سهوله جدا ان هو يطبق اي نشاط بعد كده، ما فيش اي مشكله. طب يا دكتور بقى في سؤال، انا ايام زمان خالص 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 كده ما كانش في حاجه اسمها مراكز تخاطب. ايوه. ما كانش في حاجه اسمها اطفال عايزين تنميه مهارات. طبعا كان الام ام صح. بتعمل كل حاجه، بتعمل صح. تنميه مهارات لابنها بشكل غير طبيعي. صح. ازاي بقى وليه الموضوع ده انتشر دلوقتي؟ يعني هو فعلا فكره وبنلاقي ايه ده اطفال عاديين كتير جدا محتاجين تنميه مهارات. أيوة. هم مش معاقين. صح. فعلا اختلف المفهوم دلوقتي عن زمان، لان زمان ما كانش فيه قنوات مخصصه للكرتون، ما كانش فيه تابلتس، ما كانش فيه موبايل طول الوقت. ما كانش فيه تكنولوجيا زي دلوقتي. التكنولوجيا ما كانتش موجوده بشكل كبير زي دلوقتي. دلوقتي الامهات بتستسهل عشان خاطر تنجز اي حاجه في بيتها او تعمل اي حاجه في المطبخ ان الطفل يقعد قدام الكرتون او ان هو يمسك الموبايل او ان هو يعني يلعب اي لعبه الكترونيه. انما زمان كانت الامهات يعني احنا كنا العابنا ديت اللي هو كنا بنلعب مثلا سلم والتعبان، نلعب الشطرنج، نلعب الانشطه بنك الحظ، الانشطه الحركيه. كل الحاجات دي كانت بتنمي مهاراتنا وبتخلينا نستخدم الفاين موتور سكيلز بتاعتنا من غير اي صعوبه، وكنا بعد كده بنحب مسكه القلم ونحب نحسن خطنا ونحب نعمل الحاجات دي. لكن الطفل اللي بيتعرض طول الوقت للشاشات الالكترونيه خلاص شاف الوان وشاف حركات وشاف حاجات كتير. انا بقى مالي ان انا امسك ورقه وقلم، يعني بالنسبه لي حاجه انا مش حابب ان انا اذاكر. طب يا دكتور الام بقى اللي بتيجي لك المركز وبتشتغل، انت بتشتغلي مع طفل تنميه مهاراته تمام، وفي نفس الوقت هي بتبوظ اللي انت بتعمليه وبتقعده قدام شاشات بناء على كلامك. تمام. فعلا زي ما هي بتقولك بتشوف شغلها في البيت، بتطبخ، بتغسل، فاللي هو بتعمل الاكل. فتقوم مشغله التلفزيون وتقعده قدامه او قدام اللاب كده، فاللي عشان ايه ينشغل عنها يعني. بس أيوة. ده بيأثر على الشغل الاخصائي لو هو عنده ضعف مهارات او ما عندوش مهارات. طبعا انا ببقى ببني حاجه ومن ناحيه تانية تتهد. يعني انا طول الوقت ابقى بوجه الام لو انت وراكي حاجه عايزه تنجزيها او ان انت عايزه تخلصي شغل ما في البيت، ممكن تحطي للطفل اهداف معينه او مجموعه مهارات معينه يعملها، بحيث ان انا كده بنمي ذكائه وبشغل وقته وفي نفس الوقت انا قدرت اعمل اللي انا عايزاه في البيت بكل سهوله. تمام. بس يعني طيب حضرتك يا دكتور قلت لي قبل كده ان الاخصائي تنميه المهارات الشاطر. تمام. هو الاخصائي اللي بيوظف تنميه المهارات اللي بيعلمها للطفل في حياته اليوميه، يعني يطبقها في حياته اليوميه برضه. اكيد طبعا. وقلت لي كمان وانا بكلمك ان انت بتعملي بتوظفي المهارات اللي انت بتعلميها للطلبه عندك في المركز ان هم يعملوا انشطه ومشروعات لنفسهم ويعتمدوا على نفسهم بيها. ازاي بتعملي ده؟
موجود عندي اطفال كتير جدا في المركز، يعني كانوا حاسين ان هم ضايعين، مش لاقيين نفسهم، حاسين ان كل حاجه يا اما مذاكره يا اما اوامر يا اما هو مش لاقي نفسه. لما ابتديت اشتغل مع تنميه مهارات بطريقه ان هو يفتح لنفسه مشروع ويبقى ليه كيان، الاطفال دي اتغيرت 360 درجه، وساعدنا كمان مش بس أكيد في الادراك، حياته كمان بتتغير، غير كمان في السلوكيات بتاعته درجة فعلا. وحس يعني فعلا حس ان هو بقى انسان ليه اهميه. في مجموعه انشطه بنعملها في المركز بنعلمه. طب ممكن يا دكتور تكمل لنا بقيه الانشطه؟ هي الانشطه عباره عن مجسمات بالخرز، يقدر ان الطفل طيب الفيديوهات معانا، الفيديوهات بتتعرض ممكن تشرح لنا عليها؟ هو ده طفل عندي بيعمل بالتريكو، هي عباره عن مكنه تريكو بيستخدم بيها ايده ان هو بيلف المكنه، وفي نفس الوقت دي مكنه تريكو بتقوي عضلات ايده، وفي نفس الوقت انا بشتغل بيها تواصل بصري ان هو يبقى باصص على نقطه معينه على المكنه وهي بتلف، بتزود عنده مده الانتباه والتركيز. طب المكنه دي يا دكتور انت هي بتبقى جاهزه ولا انتوا بتعملوها؟ لا، هي المكنه دي بتتباع كده جاهزه، بس احنا بنوظفها في تنميه المهارات، منها الطفل بيعمل حاجه بيصنع حاجه، وفي نفس الوقت بتنمي مهاراته وهو حابب، بدل ما اموره او برغمه ان انت لازم تعمل كذا، لا هو بيحابب ان هو بيصنع حاجه وبيطلع حاجه هو بايده، بيصنع حاجه بايده بيوريها للاطفال. شغل الاطفال هم اللي عاملينه ما شاء الله. طب نشوف الفيديو اللي بعده. عايزين برضو عم يعرضوا الفيديو اللي بعده، نكمل ازاي برضو بتوظفي بقيه المهارات بتاعه الطفل، يعني دي حاجه من ضمن الحاجات. تمام. ايه الحاجات التانيه اللي بتوظفي؟ بنعمل اعاده تدوير للحاجات اللي موجوده في البيت اللي هي ملهاش لازمه، ازاز فاضيه، اي اقمشه يعني الام مش بتستخدمها، بنعيد تدويرها وبنصنع بيها حاجه تانيه. الطفل بيبتكر، وفي نفس الوقت بخلي الطفل يعمل حاجه بايده، فالطفل بيبقى حاسس ان انا قد ايه ان انا عملت حاجه بنفسي، عملت حاجه بنفسي، بنبهر بيها، يبقى فخور بكده، بيتعدل سلوكه تلقائي. وكمان في اطفال بتتعرض لضغوطات فيما بعد، بعد نتيجه مثلا الاعدادي او طب نشوف الفيديو. دي مجموعه مهارات بسيطه جدا تقدر ان الام تعملها في البيت، هي عباره عن دقيق وكارت موجود جنب الطبق، بيبتدي الطفل ان هو يشوف الكارت عليه ايه ويبتدي ان هو يشتغل نفس اللي موجود على الكارت، يعني هو يكون ده في شكل وشكل مرسوم ممكن الام تنفذه في البيت، بسيط جدا جدا، وبينمي الذاكره البصريه عند الطفل بطريقه كبيره، وطبعا بيشتغل بالمهارات الدقيقه عند الطفل، فبتبقى حاجه جميله جدا وحاجات بسيطه موجوده في كل بيت هو فعلا سهل جدا. طب بمناسبه يا دكتور الام والبيت، ممكن تقولنا طيب على انشطه بسيطه بحاجات في حاجاتنا في حياتنا اليوميه هنا الام تعملها مع ابنها في البيت عشان ينمي مهاراته؟ احنا ممكن الام تشوف حاجات في البيت، مش شرط ان هي تشتري ادوات غاليه من مكان عايزين حاجات مهارات بسيطه اللي هي من حياتنا يعني اليوميه دي، تستخدم الدقيق مثلا في النشاط زي ده، ممكن تستبدله برمل، ممكن ان هي تعمل مثلا عجينه الصلصال بالدقيق والميه وتعجنها والطفل يبتدي يشكل، تبتدي ان هي تعمل مثلا في هنا برضو نشاط حلو قوي الذاكره السمعيه. الفيديو التاني ده بيعمل ايه بقى؟ دي بيقوي الذاكره السمعيه، نشاط سمعي حركي، انا بقول الهدف او بقول الرقم وهو الطفل بيبتدي ينط على الارقام اللي انا قلتها. تمام. فبتقوي عنده الذاكره السمعيه جدا، وبتخلي الطفل ده يعني ما بينساش بسرعه، يعني في النشاط ده وانا صغيره وما زلت وانا كبيره بيكون في فعلا اطفال عندهم الذاكره بتاعتهم بتكون قصيره جدا، ممكن انت تطلبي منه الحاجه ينساها بعدها على طول. على طول انت قلتي ايه يا ماما انا مش فاكر، او مثلا واحد حاجه فاللي تيجي دخل المطبخ صح هو عايز يعمل ايه. فطبعا الام هنا تبتدي تعرف ان المشكله هنا في الذاكره السمعيه عنده، هو مش بيخزن، هو الذاكره السمعيه مش يعني ان هو مدتها قصيره، لا هو ملهاش علاقه بالسمع، يعني لو جينا عملنا اختبار سمع الطفل بيسمع كويس، بس التخزين بتاعه مش كافي فترته قليله. فالام بتبتدي تعمل انشطه ومهارات في البيت، حاجات بسيطه جدا تقدر تعملها والطفل ينفذها، بتنمي عنده القدرات بتاعته بطريقه كبيره جدا. طيب في سؤال يا دكتور بقى خاص بالموضوع دوت، في امهات كتير تقول لك ايه ده ابني محتاج تنميه مهارات، معنى كده ان ابني مش ذكي، ده ابني متخلف. هل تنميه المهارات بتاثر على نسبه الذكاء، او هل الطفل اللي محتاج تنميه مهارات فعلا هو طفل نسبه ذكائه اقل من الطبيعي؟ لا مش شرط، يعني انت بتسالي اسئله حلوه قوي يا ياسمين. ايوه هو جه في دماغي كده والله. لا انا بفتكر الحاجات دي اللي بين اصحابي بقى المتجوزين وتجاربهم. ما هي الفكره كلها ان فعلا المشاكل دي موجوده في كل بيت وموجوده في كل مدرسه وموجوده في كل فصل، تبتدي الام تدور على حضانه غاليه شويه عشان تنمي ابني فيها واخليه يبقى شاطر جدا في الاكاديمي
الفيلم تكتشف ان زمايله عمالين بيحفظوا في الاغاني وشطار والكلام ده كله. أو ممكن تجيب العاب غاليه شويه اللي هي الالعاب اللي بتبقى سعرها عالي دي عشان يقعد يعمل فيها حاجات وتنمي ذكائه. في امهات كتير بتجيب العاب في البيت بس بتستخدمها غلط. بتجيب الالعاب وتسيبها للطفل وتجيلي بعد فتره تقولي انا جبت العاب تنميه مهارات ما جابتش فايده ما جابتش نتيجه. طب انت عملتي ايه؟ تقولي انا سبتها قدامه وسبته يلعب. طب فين الهدف اللي الطفل بينفذه؟ فين الحاجه الصعبه اللي حاطه له؟ يعني لازم هدف وهو ينجزه. طب لو مش عارفه انا بعلمه له. فبالتالي لما حاجه ما يعرفهاش ويتعلمها الطفل وينجزها معنى كده ان نسبه ادراكه ابتدت تعلى. صح. وده بينعكس على حاجات تانية كتير في الحياه. صح. بعد كده معنى انتباه بصري، يبقى عنده خلفيه عن حاجات كتير، يعرف يوصف، يعرف يتكلم، يعرف يكون جمله. صح. فطبعا تنميه المهارات دي مهمه جدا جدا جدا. طيب انا عايزه برضو اسال حضرتك سؤال حلو قوي جه في بالي. انا لسه بقى بنوته بقى هقبل على الجواز وهتجوز وكده، انا مش عايزه اقف في المشكله دي. تمام. مش عايزه ابني يروح تنميه مهارات ولا تخاطب ولا اصلا ليه علاقه بالمجال. تمام. اعمل ايه علشان ابني يكون زي زمان كده بقى، هو طالع الولد شاطر عنده مهارات فوق العاديه. مش محتاج اي حاجه من دي. عايزه انمي مهارات ابني منذ الميلاد. تمام. لحد ما يدخل بقى مراحل التعليم كلها. انت لازم تبقي تثقفي نفسك، تقري كتير في المجال دوت، تقدري ان انت تعرفي كل مرحله ومتطلباتها علشان اشوف انا ماشيه صح مع ابني ولا ماشيه غلط. فثقافه الام مهمه جدا. عشان كده انا طول الوقت بنصح ان الام لازم تبقى حاضره معايا الجلسه. حابه جدا ان الام تبقى يعني فعلا الام لو تبقى حاضره الجلسه مع حضرتك ده بيكون في حاجه صح. اصل في اخصائيين يقول لك لا ما تحضريش الجلسه مع الطفل. لا. الطفل بيتشتت جدا. وبيتوتر. بيكون متعلق بمامته وبيتدلع بقى اللي هو ايه بيعيط وكده، فبيشتت اصلا الاخصائي فما بيعرفش يشوف شغله. تمام. هي الفكره كلها ان انا لما ولي الامر بيجي عندي المركز لازم أنا ابقى مفهمه هدف كل نشاط وازاي النشاط ده بيتعمل. يعني انا مثلا لو قلت لها على نشاط ما اعمليه في البيت، هي ما شافتش ازاي ان هو بيتنفذ. فبالتالي هي ممكن تطبقه غلط، يبقى انا ماشيه في اتجاه وهي ماشيه في اتجاه تاني خالص. فالطفل ممكن يتشتت. انا ممكن لو في حاله من بتبقى نادره ان الطفل متشتت بوجود الام، بشتغل مع الطفل وبسجل الجلسه بالموبايل او بصورها، او ان انا بدخل الام اخر ربع ساعه في الجلسه واقول احنا عملنا كذا 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 كذا، وبتبتدي بنفس الطريقه وانا بشرحها تعمليها في البيت عشان ننمي الادراك بتاع الطفل ده في وقت صغير والطفل ده ادراكه يعلى بسرعه. لما الامهات بتمشي بنفس الطريقه ديت فعلا الطفل بيتحول 360 درجه في فتره صغيره جدا. بس الاهم الام تبقى فاهمه كل نشاط ده هدفه ايه وبيعمل ايه. يعني الام برده بتساعدك برده في موضوع العلاج. اكيد اكيد اكيد. طيب يا دكتور منذ الميلاد انا. تمام. واحده مثلا متجوزه جديد، امهات كتير تقول لك انا منذ الميلاد اعرف ازاي ابني انمي له مهاراته. تمام. يعني احنا بنسمع ايام زمان كده تيتا بقى والناس دي تقول لك ايه، لا انت ابنك من هو لسه ما كملش 40 يوم وكده تلعبيه تنغيه نيميه بعد كده على بطنه على طول. تمام. تلاقي الطفل بدا يصحف، بدا حتى الطفل بعد فتره تلاقيه عمل ايه، بيبقى عمل زي ارتباط شرطي كده. بعد ما يرضع من مامته مره واثنين وثلاثه، بمجرد ما مثلا عدى 20 يوم من حياته الاولى تلاقيها خلاص عمل ارتباط شرطي. هو خلاص اول ما مامته حتى تطلع صدرها من بعيد هو بص لها وانتبه لها. طبعا. وتلاقيه قام راسه. فمعنى كده هو بينمي مهاراته. اكيد طبعا اكيد طبعا. انا الام لازم من البدايه تكون بتتكلم مع الطفل وتحسسه ان هو يعني يتحس من جواه ان هو فاهم. تمام. كل ده هو بيخزنه. طبعا التواصل البصري مع الطفل ده مهم جدا جدا. في المراحل الاولى لازم ابقى عارفه او حاسه ان ابني فاهم. لما اجي اطلب منه امر او اطلب منه حاجه حتى لو هو لسه ما بيتكلمش، بس ابني يبقى فاهم. ممكن تشاركيه كمان معاكي. يعني طبعًا. ممكن تشاركيه معاكي في اللي انت بتعمليه. ممكن تجيبي له مثلا اللي هو حاجه ويعملها معاكي، يكون انت بتعملي اكل فهو بيعمل معاكي. أيوة. تشاركيه معاكي تحسينه وبيعمل حاجه برده. من ضمن الانشطه اللي انا طول الوقت بكلم الامهات فيها، لو انت عايزه تنجزي حاجه في المطبخ او كده، ممكن تجيبي مثلا طبق تحطي فيه مجموعه بقوليات على بعض، فاصوليا على لوبيا على فول، وتخلي الطفل يصنف البقوليات دي كل حاجه لوحدها. بس لا مش عقاب، بطريقه الطلب. طريقه الطلب المراكز بلاقيهم لوبيا ويرموها على الارض ويدخل يقول للطفل هاتها، ده انا لو مكانك مش هجيبها. لا، على حسب طريقه الطلب. انا ممكن احط النشاط قدام الطفل، يلا بقى خلص بسرعه لما اخلص انا وشوف انا بعمل ايه. لا مش هيستجيب لك. مش هيستجيب وهيمل وهيبقى زعلان. صح. وهي ليه ماما بتعمل معايا كده. لا انا ممكن مثلا اقولها له بطريقه الطلب فيه قهر في الموضوع. مين فينا اسرع؟ طب يلا ساعدني بقى عشان انا عايزه اعمل بطريقه فكاهيه بطريقه لذيذه كده. انا هشوف بقى مين الاشطر. او مثلا انا الاكل هيبوظ، انا عايزاك تساعدني. فالطفل يحس ان هو قادر ان هو هيعمل هدف، فيبقى
مبسوط جدا بنفسه وهو بيحقق النشاط ده. هي طريقه الطلب ياسمين بجد بتبقى بتفرق جدا مع الطفل. مع الطفل ذكي وحش. تأمريني مش عارف، انا مش عارف اعمل كده مع عمري والله. تأمريني مش عارف، مش عارف حاجه. ماشي يا دكتور. طب عايزين برضو نعرف، في سؤال كان في دماغي مش عارفه طار والله، كان سؤال مهم قوي مش عارف. انا برضو في امهات كتير بتجيلي المركز بتبقى يعني حابه جدا فيهم حته ان هي عايزه تفهم وعايزه تعرف، وبتبتكر بقى ادوات تنميه مهارات من نفسها. دي بتعجبني جدا. يعني في امهات طول الوقت على التليفون، ابني عمل كذا كذا، المفروض ان انا ارد اقول ايه؟ يعني فعلا بتبقى في امهات إيه؟ اصلا مش في دماغها خالص. أيوة، مش في دماغها الموضوع ده نهائي، ومستهتره جدا فعلاً. وفي امهات فعلا بتبقى مهتمه عشان دي الحالات. بتبقى الام جايه مثلا من مركز تاني تقول لي انا بقالي 6 شهور في مركز وابني ما فيهوش اي تقدم. طيب كانوا بيشتغلوا على ايه؟ تقولي ما اعرفش، انا كنت بدخله الجلسه وما اعرفش. ما تعرفش اي حاجه وما بيطبقش معاه اي انشطه. طب ما هو استحاله، استحاله هو هيتقدم. لازم ان الام تبقى فاهمه وعارفه، لان هي مدرسته في البيت، هي الاساس، هي اللي عايشه معاه 24 ساعه. انا كدارس حاجه زي كده بحط لك البرنامج اللي انت بتمشي عليه. بشتغل ساعه واحده بعرفك الطريقه، انما انت الاساس، انت اللي عايشه معاه، انت اللي هتتعاملي معاه، انت اللي هتمري بمراحل كتير جدا تغيريه للطفل دوت في مرحله المراهقه ومرحله الشباب. فتقدري تتعاملي معاه وتعرفي دماغه عامله ازاي. هي الام اصلا المفروض تكون اخصائيه قبل ما تكون ام اصلا لابنها. طبعا طبعا لازم تكون فاهمه كل حاجه، لان هي اللي بتتعامل معاه. اكيد طبعا. في حاجه بقى الامهات بيستخدموها غلط مع الاطفال. الطفل في الاجازه الكبيره اللي واخدها من المدرسه او من اي حاجه، تلاقيها بتعمل ايه بقى؟ عايزه تديله اكاديمي. تمام. وبتقول لك انا بنمي مهاراته. المفروض دي فتره الطفل بياخد فيها ريست وراحه. تمام. فاحنا ازاي في امهات بقى تستغل الحاجه دي بحاجات تانية؟ تنمي مهاراته، تودي له رسم، سباحه، تعلمه حاجات في الماس او غيره بس بطريقه مستحبه. وبتسمي دي بقى تنميه مهارات. يعني هي معتقده ان دي كده تنميه مهارات. بصي، هو في انواع كتير جدا لتنميه المهارات للطفل على حسب سنه وعلى حسب القابليه للطفل ده. تمام. الجزئيه بتاعت ان هو في الاجازه يقدر ان هو ياخد اكاديمي، لا، انا مش هفضل طول السنه بذاكر له. انا ممكن ادخل لك انشطه انت بتستفاد منها وبتنمي ادراكك، وفي نفس الوقت بتنعكس على الاكاديمي. تمام. فده بقى ذكاء الام او ذكاء الاخصائي. انما انا هصنفك بس انت طول السنه تفضل تذاكر عشان تبقى شاطر، ده ما بيجيبش اي نتيجه خالص، بالعكس بيجيب نتيجه ساعات عكسيه. عكسيه جدا، وبتخلي الطفل يميل للمذاكره ويكره المذاكره. بالنسبه للانشطه الحركيه او السباحه او للالعاب الثانيه للرسم، دي كلها مهارات وفنون. انا كأم احب ان انا انميها عند ابني، وبتختلف طبعا من نشاط مهارات كبرى او من نشاط مهارات صغرى. بس في نفس الوقت انا عايزه الطفل ده يلاقي نفسه في حاجه. تمام. مش اجبره، مش اوديه مثلا ان هو يتعلم رسم بالعافيه. صح. مش اوديه هو مش حابب سباحه، لا، انا عايزاك تتعلم بالعافيه. صح. انت حابب ايه؟ انت حابب تكون ايه؟ واشوف الطفل من هنا وابتدي انمي المهاره اللي موجوده عنده اللي ربنا خلقه بيها سبحانه وتعالى، علشان خاطر يبقى حابب اللي هو بيعمله، مش اجبره على حاجه معينه هو المفروض ان هو يعملها. طيب ساعات يا دكتور في امهات تقول لك انا اعرف ازاي المهاره اللي عندي ابني، انا ما بعرفش اكتشفها اصلا. يعني احنا كل واحد فينا في جواه حاجه ومهاره وغريزه معينه، هو لو اشتغل عليها هيبقى انسان عظيم. أكيد. ازاي بقى الام تكتشف الحاجه ديت عند الطفل؟ انا بعرض الطفل لكذا حاجه. يعني انا مثلا بنتي لما جيت عشان خاطر العبها نشاط حركي، عرضتها للباليه وللجمباز وللكاراتيه لكذا لعبه، وشفت ميولها هي كان لايه. ممكن تفشل في كذا حاجه، ممكن يعني تنجح في حاجه. ممكن تنجح في حاجه وتحبها جدا. فانا من اللحظه دي، لا خلاص، انا عرفت ان انا بنتي مثلا ميال لكذا او ابني ميال لكذا، ببتدي انمي عنده المهاره دي، ببتدي اكتشفها من الصغر. يعني ممكن الاقي طفل بيحب الرسم. صح. بيعرف يشتغل تشتغلي على كده مرتب معي. منظم. يعني في حاجات معينه بتظهر للطفل على الطفل من صغره، فببتدي ان انا اشتغل عليها كأم. تمام. شكرا يا دكتور فاطمه، نورتينا جدا في البرنامج، وشكرا على معلوماتك الجميله دي، وان شاء الله لينا حلقات تانية مع بعض باذن الله. وشكرا ليك يا بسنت معانا في تقديم البرنامج. شكرا ليك يا دكتور فاطمه، نورتينا النهارده في البرنامج. واستنينا في حلقات تانية من برنامجكم حوار مع ياسمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.